في ثلاث عمليات متفرقة وبناء على معلومات جد مؤكدة تمكنت من حجز 1251 كبسولة من المؤثرات العقلية إضافة إلى 9389 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام، من بينها 1277 وحدة مشروب كحولي أجنبية الصنع، مع حجز مركبة سياحية لاستعمالها من طرف الموقفين في عملية نقل وتوزيع هذه المشروبات. ما تمكنت أيضا ذات الفرقة من حجز سلاح ناري من الصنف الخامس، بندقية سيد تقليدي الصنع، وواحد وخرطوشة 21 خرطوشة حية عيار 16 ملم، وسلاح أبيض من الصنف السادس سيف، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات هذه الجرائم يقدر ب 468 ألف دينار و700. نشير أنه تم على إثر هذه القضايا الثلاث توقيف خمس مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة لتورطهم في حيازة الممنوعات السالفة الذكر.